خمس علامات في الحلم تحذرك من أعداء حولك يمكرون بك ويريدون إيذائك، فاحذر من هذه العلامات. أول علامة وهي رؤية الكلب في الحلم، وخاصة الكلب الأسود، لأن الكلب الأسود شيطان، فرؤية الكلب الأسود ينبح أو يجري وراءك أو يريد إيذائك هي علامة تدل على عدو يفعل لك السحر ويريد إيذائك، فاحذر. ثاني علامة وهي رؤية الثعبان في الحلم، الثعبان يرمز لعدو يفعل السحر ويفعل الأعمال لتعطيل زواجك أو تعطيل عملك أو رزقك، فاحذر بالرقية الشرعية وحصن نفسك بآيات الله والقرآن الكريم. ثالث علامة وهي رؤية العقرب في الحلم، العقرب أيضا يرمز لعدو يفعل السحر، فاحذر وحصن نفسك بالرقية. القرد يرمز لعدو هو جار لك أو قريب لك، فاحذر من هذا العدو، والأسد هو عدو أنت تخاف منه، فعليك بقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهي تحفظك وتحميك.